رفض رد على سؤال انه يكون من افضل فنانين الوطن العربي، وفرحه الكبير هو بالمبيعات اللي بتحققها اعماله، وبيفرح كمان عندما يقال انه فنان ناجح، واكيد مثل ما بيقول في احسن منه بكتير. انا ما بعتبرش نفسي اي حاجه خالص، ولا مش مقتنع بمساله المسميات. احنا عندنا جوائز الموسيقى بتبقى جوائز يا الاكبر مبيعات وبتاخدها من اي جهه، يا للتميز ودي بتبقى عن طريق جهات متخصصه. انا شخصيا بفرح جدا ان اي جهه محترمه وجهه عظيمه وكويسه تقول ان انا مطرب كويس او حاجه. انا شخصيا بفرح جدا ان اي جهه محترمه وجهه عظيمه وكويسه تقول ان انا مطرب كويس او حاجه.